السلام عليكم. اهلا سيدي، مرحبا وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور. نعم. لو سمحت يا دكتور، عايز اسال بس، لقد خلقنا الانسان كبد، ما معنى الكبد هنا؟ المعاناة، الحياة ليست سهلة ولا حتة جاتوها، وإنما الكبد والكبد حتى يطلق فلق الكبد، لما الواحد يبلغ من الإعياء والتعب ما يبلغ كأنه وصل إلى درجة الاحتضار والموت، يقول انفلق كبدي. المعاناة يعني كان في الجنة لا حيشتغل ولا حيعمل ولا حيجوع، وكل حاجة حيطلبها حيلاقيها، قطوفها دانية. إنما دلوقتي في الحياة اللي ما يشتغلش مش حياكل، واللي مش حيستذكر دروسه يا حلوين يا اللي بتلعبوا بتموتوا في اللعب هتفشلوا وهتبقوا ملطشة ومحدش حينفعكم، لا من اخواتكم ولا من أخواتكم ولا الكلام ده كله. الحياة فواترها غالية جدا جدا، مش بس حكاية نور وكهرباء، لا، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. كفاية قوي على البني آدم ان ما بيقولش ذات از اناف، ما يقدرش يقول ذات از اناف، ما يقدرش يقول ده كفاية. حاجاتك طول ما انت عايش لا تنقضي. وانت هتيجي في يوم من الايام تلاقي نفسك مش عايز تروح الحمام، واخد اجازه 5 ايام، ده انت لو واخد اجازه 3 ايام من الحمام هتنتفخ وهتروح لكل المستشفيات. عشان ايه؟ عشان ترجع تروح تدخل الحمام. هتبطل امتى حمام؟ لما تموت. انما طول ما انت عايش هتاكل، وطول ما انت عايش تشرب، طول ما انت عايش عايز تدخل الحمام، وطول ما انت عايش عايز تتنقل من مكان لمكان، وطول ما انت عايش عايز تغير المرتبه اللي تحتك لانها دابت وعملت، تغير المرتبه عايز ملايه، تغير الملايه عايز فوطه، الفوطه عايز ايه بتاع حاجه ايه بتاع العيال كبروا هو بيتخرجوا ايه مش لاقيين يتجوزوا، الحق ساعد الحق اعمل. طول ما انت عايش في كبد. لكن جه واحد اسمه مبروك عطيه، انا عارفه كويس جدا، اللي هو انا طبعا، وعملت كتاب قيم اعتقد في نظري انا اسمه الحياه مشكلات لذيذه. يعني شوف مثلا أنا لما أقول الإنسان مخلوق في كبد وفي كبد ومعاناة، ومع هذا كفاية قوي إنه يقرأ سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تخلي الكبد ده والمعاناة دي تروح شمال على طول. وبعدين تيجي آية تانية وكلام علم تاني إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم وانتم نايمين، ما هو برضو لازم يشتغل. فسميتها الحياة مشكلات لذيذة. خلاصة هذا الكتاب فيما أعتقد في أني كيف تكون الحياة مشكلات لذيذة؟ الإجابة إذا وجدنا لكل مشكلة حلا. لازم كل مشكلة يبقى لها حل، لازم الحلول موجودة، ومنها الطلاق النكد اللي احنا فيه ده. في ناس مصرة على أنها تعيش الحرام. يا عمي انتوا عندكم مشاكل ملهاش اول ولا اخر، ما اتفقتوش، شمال تبقى يمين ويمين تبقى شمال، وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته. انا كاتب لحضراتكم سطرين اتنين وطبعهم على الطباعه بعد ما كتبتهم على الوورد، وقلت كده ان الطلاق عند الذين يفكرون، يعني عند المسلمين، قرار عاقل حكيم. مش ان شرطت تبقي طالق، ان رحت تبقي طالق، هتروح. احنا لسه بنتكلم اهو، وحاجات من عاش لا تنقضي. استحاله ما تكلمش ابوها، استحاله ما تروحش تشوف امها، هتروح. في جماعه من الهبل اللي هم المجانين الكريزي، خلاص يلا روحي، انا قلت. انت مين يا ابو عرام؟ اي واحد يقول لمراته ان رحت عند ابوكي تبقى طالق، لو راحت عند ابوها تبقى طالق حتى لو اذن لها لانه لا يملك الاذن. طلعت من بقك يا خفيف، ما تملكش تقولها انا قلت لك، وتقول لي مين يالا؟ ده الكلام ده لو انت كنت حريف لغه وقلت لها تبقي طالق الا اذا اذنت لك. قلت عليك خش على ابو حنيفه بقى وعلى العلماء كلهم، يبقى في استثناء هنا. انما انت رزعتها، لو رحت جديده تبقي طالق، هتبقى طالق بعد ما تروح. او شغلت موعه تبقي طالق، هي عملت كده الجو هتموت، انت جايب لها شقه ابلي وحالتك وحياتك غلط من الاساس، يبقى لازم تتطلق غصب عنك مش تهريج. فتعيشوا في حرام ليه بس؟ ما هي مشكلات لذيذة اهي، نصلح، لان الاصلاح جميل قوي.
والصلح خير، يبقى صلحك